يا صباح الخير وصباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، البرنامج اللي كيرافقكم بحول الله من الآن وإلى حدود الساعة 10 صباحا مباشرة على ميدغاديو الإذاعة القريبة منكم. أما الموعد فغادي يكون رفقة الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر، والموضوع ديالنا اليوم غادي يكون على الإفرازات الدهنية وكذلك على الكتل الشحمية اللي كتقدر بعض المرات كتكون عند كثير من الناس. هذا تتكون على شكل كتل، يعني مثلا على شكل كويرات صغار اللي كيتكونوا تحت الجلد، وبعض المرات كنقدروا كنشوفوهم انه كيتحركوا عند بعض الناس، اما في اليدين ديالهم، اما بعض المرات في الظهر ديالهم، يعني في مناطق مختلفه من الجسم. غادي نعرفوا شنو هي الاسباب اللي كتخلي هاد الكتل الشحميه كتبان عند الناس، غنعرفوا كذلك شنو اللي تيخلي بعض الناس عندهم الافرازات الدهنيه كتكون كثيره بزاف، لدرجه انه الانسان كتشوف له في الوجه ديالو كتلقى انه يدام، الشعر ديالو كذلك يكون ميدام، ومناطق أخرى في الجسم. فشنو هي الأسباب وشكل فئة من الناس اللي تيكون عندها هذا المشكل هذا؟ واش نقدروا نعتبروه مشكل صحي؟ واش ربما يعني تشكل يعني ولا داخل في إطار بعض الأمراض أو لا؟ فهذا الشيء كله غادي نتكلموا عليه في الحلقة ديال اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة. ومرحبا بجميع التساؤلات ديالكم وبجميع اتصالاتكم عبر الأرقام الهاتفية اللي هي دائما 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 88 00 60 61 أو 62. دكتور مرتقي صباح الخير. شكرا على الاستضافة، صباح النور جميع المستمعين الكرام وجميع الطاقة في الراديو. شكرا جزيلا لك دكتور مرتقي، نتمنوك إن شاء الله دائما تكون بألف صحة وسلامة. أول حاجة دكتور مرتقي، من اللي كنتكلموا على الإفرازات الدهنية عند الإنسان، يعني في أي بلاصة مثلا من الجسم ديالو، الأغلبية كنشوفوا عند بزاف ديال الناس تيكون الوجه ديالهم ميدم، يعني ديك الإفرازات عندهم في الوجه، عندهم في الشعر ديالهم مثلا حتى هو تيكون فيه نفس المشكل، أشنو اللي تيخلي هاد الناس عندهم هاد الإفرازات هذه لدرجة أنها كتبان؟ إذن الإفرازات الدهنية ما يسمى الفرنسوية ليبر سيبوري، وهو تيكون عندنا واحد الغدة، الغدة هي تسمى لغلوند سيباسي، هي ديك الغدة اللي تتكون لاصقة في الشعر، با فورسيمون الشعر الغليظ، مي داك لو ديفي، داك الزغيبات الصغار اللي تيكونوا في الجلد. نعم. تدخل فيهم، لا درنا بالميكروسكوب وهزينا واحد العينة وهذاك، تلقاو فيهم غدد، هاد الغدد تدير هاد الافرازات، كاين شي واحد الميسكول تاير فيهم اللي كيت كونتراكت باش يخرجوا هذوك الافرازات ديالهم، ولكن هي هاد الغده هي معرضه لعوامل خارجيه وداخليه تتخلى تكون افرازات عن شخص اكثر من الاخر. نعم. كاين مشكل وراثه، كاين الناس اللي تكون عندهم هذاك الشيء وراثي، كاين مشكل ديال 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 الستريس، طيب تيدكري بانه تقدر هذيك الغده تكون تفرز اكثر، كاين مشكل ديال الاكل. إذا مؤخرا تبدأ الدراسات بأنه الحليب ومشتقاته عندهم عرضة أنهم يكفيتوا هذه الغدة باش يخليوها دير إفرازات ديال الدهنيات أكثر. وكاين مشكل خاصة عند النساء، مشكل هرموني اللي تتكون سنسيبل هذيك الغدة لواحد الهرمون مال اللي تخلي هذاك التستوستيرون تخليها تكون عندها إفرازات أكثر. اي نعم. طيب شنو اللي كيخليها بعض المرات كتحول عند الكثير من الناس دكتور مرتقي انها ما كتبقاش فقط كيقول لك انا ما عنديش غير الافرازات الدهنيه، يعني واحد الكتل اللي كتكون بحال الشحمه عندهم تحت الجلد، واش هذه عندها علاقه بزياده الافرازات الدهنيه او لا؟ منين كتجي هذه الشحمه باش كتكون عند الانسان؟ يعني كاينين الناس دكتور مرتقي اللي كنقدروا نشوفوهم ديك الشحمه عندهم بحال الكويرات، والوقت اللي تيقول لك الانسان تيقيسها كتحرك. لا، هذوك الكويرات اللي تيكونوا تحت الجلد ما هذوك ما يسمى بليبون. ليبوم هما سون دي تيمور بينين، وهي واحد لي زاديبوسيت، دوك الخلايا الدهنيه ديال الشحمه تتكاثر بكثره. اذا هنا خصنا نفرقوا ما بين هاد لي ليبوم والافرازات الدهنيه. تنهضروا الافرازات الدهنيه ديال لا غلوند سيباسي، داك تلقى وجهو ميدم هكا، تدوز يدك تلقى عنده ليدام في نيفو، في الحاجب ديالو، في الوجه ديالو بحال الزيت خارج من وجهو. اذا هنا هادي سي لا غلوند سيباسي تتفرز هذيك الدهنيات، ولكن هذاك المشكل ديال دوك لي ليبوم دوك بحال الشحيمات اللي تيكونوا تحت الجلد، كرات هذوك، ماشي بزاف الناس يجيو تيقولوا راه التيسات، هما ماشي التيسات، سو سون دي تيمور بينين، واحد التكاثر ديال الخلايا ديال لي زاديبوسيت اللي تيتكاثروا بواحد الكثره، وتتكون عند واحد لاميتوز، يعني تيزعتي ينقسموا تيدير واحد الكتله
ديال الشحمه تكون تحت الجلد وتيتسد عليها وتبقى مع المده تقدر تكبر. هذيك تيكون داخل فيه مشكل ديال الوزن، مشكل ديال الوراثه، هما تيكون هذا المشكل. اذا هما دي تيمور، يعني تيمور حميده ما تكونش خطيره، ماشي التساس اللي في غالب الاحيان تيكون غير عن بروبليم استيتيك وتكبر، ما تيتم الاستئصال ديالهم وتنديروا لهم تشريح طبي. وتيتم في غالب الاحيان بانهم سون دي ليبوم او ابسونس دو مالينيتي، يعني ما فيهمش شي حاجه خايبه. نعم. طيب في حال انه الانسان مثلا حيدهم عن الطبيب وما بقى حتى شي حاجه، واش كاين احتمال انهم يرجعوا مره اخرى؟ بالفعل ممكن يرجعوا، لانه سيمتيمور بينين دونك الجسم ديالو تيخلي بانه هذوك الخلايا اللي زاديبوسيت تيتكاثروا. كاين كيما شرحت لك كاين مشكل ديال الزياده في الوزن، كاين مشكل ديال الوراثه. مازال ما معروفش 100% علاش واحد تيديرها واحد لا، ولكن في غالب الاحيان من تتلقى عند شخص تسولو تقولك راه كانت عندنا في العائله. هنا ملي تيكونوا مكاثرين تيكونوا بكثره بزاف تنديروا تنزيدوا ندير واحد ليكوغرافي اللي تكون هذاك في الاعضاء الداخليه ديال الجسم تكون عندهم هذا المشكل اللي قدر من بعد تكون عند واحد العواقب. ولكن في غالب الاحيان ما تلقاو، غالب الاحيان تلقاو غير في الجسم. إذا هما تيمور حميدة ماشي خطيرة اللي راها ما تتحيدش بالدواء، ولا أنتيبيوتيك ولا هذاك، خاصة الاستئصال. أيه، كل مرة كيرجعوا تيبقى هذا هو الحل، هو الاستئصال دكتور مرتقي. بالفعل بالفعل في المرجع خصهم يحيدهم، وخاصة الناس اللي تيدير لهم أن بروبليم استيتيك، يعني مشكل جميلي. مشكل جميلي. نعم. طيب غادي نتكلموا على الافرازات الدهنيه ونرجعوا لها. غالب الناس مثلا بحال السؤال ديال المستمعه الكريمه اللي هي شيماء، كتقول باللي كتعاني من حب شباب، مشات عند الطبيب قال لها باللي راه الكثره ديال دوك الافرازات الدهنيه هو اللي عاطيها حب شباب. قالت لك دكتور مرتقي اعطاني الطبيب واحد الدواء لدرجه انه حتى الفم ديالي ولا تينشف بزاف، وليت كنشرب الماء اكثر من القياس، بغيت غير نعرف واش المده ديال 3 شهور كتكون كافيه ولا خصني نزيد مازال. اذا بالنسبه في غالب الاحيان الناس اللي كان عندهم افرازات دهنيه كثيره، يعني عندهم هذيك لي بيرسيبوري، يعني تيكونوا معرض انهم يديروا حب شباب. علاش؟ لانه هذيك لا غلوند في هذيك الغده انت دير دوك الافرازات تبقى واحد لو ديبوت ما تيتسد عليه، تتكون لا انفلاماسيون تيدير الحبوبه، من بعد تيعطينا هذاك لي بوان نوار وتعطينا تقدر يكون قيحه ولا شيء. اذا بالنسبه غتكون في غالب الاحيان هي غتكون خذات لي ريتينويد بيروس، يعني خذات الادويه اللي تتنشف هذيك لا غلوند سي باسي. المده ديال العلاج تتكون على حساب الوزن ديال كل شخص. اذا لان كنعطيو على حساب بعضنا ما يسمى لا دوز كوميلاتيف اللي هي 120 ميلي غرام كيلو، خصنا نوصلوا ليها. تقدر تكون 6 موا، تقدر تكون 8 موا على حساب الوزن ديال السيده. اييه نعم. اذا غيكون الطبيب راح يحسب ليها لا دوز ديالها اللي خصها تاخذها، وفي غالب الاحيان خصها تاخذ لا دوز ديالها، لان الا ما كملاتش لا دوز ديالها راه تبقى واحد المده ومن بعد تيرجع لها. اييه نعم، يعني بعد مرات شي ماء 3 شهور ما كتكونش كافيه، داك الشيء علاش الطبيب تيعطيك واحد المده وكيخصك ترجعي مازال باش كيشوف الفعاليه ديال الدواء، يعني واش داك الدواء عطى معاك نتيجه، واش توافق معاك او لا، وديك الساعه هو اللي كيحدد واش غادي تحبسوا الدواء ولا غادي تزيدوا مازال مرحله اخرى ديال العلاج. نعم دكتور مرتقي. بالنسبه للاعراض بالفعل الاعراض ديال هاد الدواء، لان ديك لا كلون سي باسي ديك الغده الدهنيه راه سبحان الله هي من فوقاش تكون انور تيكون الافرازات كثيره. ولكن راه عندها دور، اذا مثلا بدات نعطيو هاد الدواء هذا كاينه بواحد الكميه قليله في ليلابر الشفتين، هذاك الشيء علاش تينشف الفم، وداك الشيء علاش كتشرب الماء بزاف، وكاين بالفعل وكاين حتى في العين ونسيت كونسونطراسيون ديال داك الشيء اللي كنعطيو حتى واحد القاطر ديال العينين باش ما تحسش السيده بان عندها تحرم العين ديالها، باش ما تحسش ان عينيها حتى هما نشفوا. نعم واخا. غادي ناخذوا معنا المكالمات ديال المستمعين الكرام من خلال الارقام الهاتفيه دائما 05 22 46 50 51 و 52 او 05 22 80 00 61 61 او 62. فاتحه على الخط معنا من ايطاليا. فاتحه صباح الخير. صباح الخير اختي عفاف. مرحبا بك فتيحة. الحمد لله، اهلا وسهلا. شكرا بارك الله فيكم. تسمحوا لي واخا المهم ماشي الموضوع اللي كتهضروا عليه، انما سد لي الخط وقلت مرحبا السيده قالت لي اختي بغيت انا نسول دكتور مرتقي، عندي واحد البقع كانت بدات لي من بعد الولاده ديال بنتي غير شويه في جبهتي. اييه شويه في جبهتي وفي خدودي. خدودي المهم انا كنستعمل داكشي اللي تيقول لي هنا في ايطاليا، مشيت عند شحال من طبيب تيقول لي غير ديري الواقي الشمسي طول السنه، وفعلا انا كنديرو طول السنه طول النهار يا شتا يا صيف، يعني من الناس اللي ما بقى ليا كما تيقولوا لي عائلتي ما بقى ليا غير نشربو، يعني كنستعملو كل جوج سوايع واخا يكون يعني اييه.
عطاتني كريمات زعما اللي تقدر تحيد، ولكن والو. بالعكس دابا المشكل انا اللي زاد، قلعني ان البقعه غاليه وتنزل. دابا ملي كانت لي غير في الجبهه كنغديها الفوله، دابا هبطت لحقت لي لتحت الحاجب. يعني كتكبر غدا وكتكبر. غادي وتتسرح وتتسرح. دابا انا بغيت نعرف شنو الحل، ما عرفتش شنو ندير. اللون ديالها فتيحه شنو اللون ديالها؟ ماغون ولا كحله؟ احمر. انا اصلا لوني سمر، انا اصلا سمراء. ايه اوكي. هو ورا هي يعني الكنف تيكون ما سمر من اللون البشر. نعم. وتاخذي شمال على الحمله لاله فتيحه؟ لا ما عمري خديته. ما مثلا ناخذ لا دواء، ما عندي حتى شي مشكل، الحمد لله صحي. يعني ما فهمتش شنو اللي غيقدر يجي. انا خرجوا فيك ياك اختي في الحماله؟ خرجت فيك، خرجت ليا في الحماله. في الحماله وبقات راه هذه راه من 2013، وراه دابا من 2013. دابا راه كانت بقعه صغيره قد الدرهم، دابا راه جيبها كلها شديتها والمشكل هبط ليا. أيه. لانك تنعبرها كل مره تنعبرها. مشيت هنا عند طبيب جلدي يا دكتور، قال لي لا راه عادي، غير ديري الواقي الشمسي، ديري طول العام. وفعلا انا مواظبه على الواقي الشمسي. أيه. كنديرو كل نهار. واخا فتيحه، ان شاء الله يوجهك دكتور مرتقي. وشكرا لك بزاف فتيحه. ناخذ الدكتور النمره ديال الدكتور. الله يخليك. واخا فتيحه، شوف ما تقطعيش فتيحه، مجدولين مشكوره هي معايا في الاخراج، وتعطيك الرقم لهاتي كيف ممكن انك تواصلي مع دكتور عبد الله مرتقي. شكرا لك فتيحه، تواصلتي معنا من ايطاليا. دكتور مرتقي، غير واحد الملاحظه صغيره، هي قالت ملي مشات عند طبيب في ايطاليا قال لها راه هذا الشيء عادي، وحنا تنعرفوا انه النساء الا فيها شي بقعه ولا كلف راه ما يمكنش الطبيب يقول لها عادي، راه ما يمكن. خصوصا في الوجه ديالها. نعم. اذا هذا في غالب الاحيان هذا ما يسمى بالميلازما، داك الكنف اللي تيكون ديال الحماله. اييه. وتبدي يكبر تبدي يكبر، ولكن خصها ضروري الاخت فتيحه، خصها ضروري ليكرون بوحدو غير كافي، ضروري. شنو خصها دير دكتور مرتقي؟ ليكرون بالفعل خصها ديرو كل ساعتين، خصها ايفيتي ما دير شي حاجه اللي تهيج لها هذيك لاطاش باش تخليها تزيد تكبر، يعني تحيد داكشي ديال الماسكات وداك الشيء اللي يقدروا يهيجوها، ولا شي كريمه تزيد تحمرها ليها وداك الشيء. اييه. السخونه حتى هي دابا لا ليمير فيزيبل حتى هي راه ولات عندها ضوء الفيكس ديال ليطاش، وضروري خصها من لي كريم دي بيغمونطونس، وخصها تقلب بواحد لاباري لا ليمير دود باش نعرفوا لا بروفوندور ديال هذيك لاطاش. أيه. واش لاطاش يخش الى ايبيديرميك ولا ديرميك، يعني واش المنطقه السطحيه ولا السفليه. وعلى حسب التمركز ديالها تنعطيو الادويه. نعم. تقشير مثلا ولا بيلينغ دكتور مرتقي في هذه الحالات تيعطي نتيجه ولا لا؟ لا تاش ديرميك اون جينيرال لي زيتود لاك كانت اون تاش ديرميك يعني بروفوند، من الاحسن يلفو با ترو ليكسيتي، يعني ما نديرو لا تقشير لا بيلينغ لا والو. دونك نحاولو نديرو دي كريم ولا دي ماسك اكليرسيسون باش تنقص، ما تبقاش بين بزاف. ولكن الا كانت ايبيديرميك راه تتمشي 100%، راه تنعطيو دي تريتمون وتنديرو اشياء اخرى اللي تتمشي 100%. اييه. نستقبلو معنا هذه المره من بعد فاتحه، معنا فاطمه على الخط من مدينه الدار البيضاء. لاله فاطمه صباح الخير. لالا فاطمة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك فاطمة. لاباس عليك؟ الحمد لله. فرحانة حيت اليوم شد ليا الخط، هذه ثالث مرة كيشد ليا الخط مع إذا عتود غهبت. مرحبا بك. عافاك بغيت نسقسي الدكتور. المهم عندي شي بحال شكل حمصة عندي في شعري في الراس. أييه. الجلد. وكنت ديجا حيدتهم، وقالت لي الطبيبة من الإفرازات بحال شعرك دهني. أييه. ودابا كنت ديجا حيدتهم وعاودوا رجعوا ليا. شحال المده دابا؟ على شحال ملي حيدتي وعاودوا رجعوا لك شحال المده فاتحه؟ انا حيدتهم 2012. وقالت لي راه ما غيرجعوش في نفس البلاصه، ولكن انا حداهم رجعوا لي وعاد زادوا عاوتاني. أيه. عندكم في العائله اختي فاطمه، عندكم في العائله هذا اللي لوك؟ لا انا من صغيره كانت فيا وحده، ومن بعد زادوا. ومن حيدتيهم درتي لهم تشريح طبي قلبتيهم؟ ما درتش لهم تشريح طبي، غير ديك الطبيبه ديال الجلد اللي فتحت عندها صافي حيداتهم ليا، صافي قالت لي ما غيرجعوش لك من غير لا رجعوا لك في بلايص اخرين. ملي تحيدوا بلا كابسي بالجلده ديالهم ولا تخواو وتحيدوا؟ المهم انا كرطات لي حيدات لي داك الشيء وخيطات. أيه. وبحكم دابا انايا كناخذ العلاج الهرموني، وديجا انا كنت عرفتي مع لاشينيو داك الشيء تحيد لي كل الشعر، عاود من بعد يعني باقي دهني هو ما. تاخذي الدواء الهرموني على لسه على الفزوله. على لسه هون. ايوه.
واخا اختي واخا واخا فاطمه ان شاء الله يوجهك دكتور مرتقي. وشكرا لك بزاف فاطمه تواصلتي معنا. شكرا. من مدينه الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. تفضل دكتور مرتقي. هذا نوع اخر بالفعل اللي تنشوفوا ديال هاد الافرازات الدهنيه اللي تيكونوا خاصه في الوجه ولا تيكونوا في الشعر. ايه في غالب الاحيان بنا علاش؟ لان تما فين كاين الشعر كاين بوكو دو غلاند سيباسيان، يعني الغدد ديال الافرازات الدهنيه مكونسونطري بزاف. بعض الناس يكون عندهم هاد الافرازات وتيديروا ما يسمى هادو سون دي كيست، في غالب الاحيان تيكونوا دي كيست سيباسي. دي كيست سيباسي ولا بمصطلح اللي تنقولوا لهم لي لوب، دونك بحال اكياس تكون عامره بداك لو سيبون، دوك الافرازات الدهنيه. اذا كتكون ميدمه عامره بالدهون، تتحيدها تخرج منها بحال الكسكسو، بحال شي ماتير غراس تخرج هكذا. ولكن هو بصفه عامه اي حاجه حينا ضروري ما نديروا ليها التشريح الطبي. نعم. علاش؟ لانه اوميت لا ميديسين با ان سيونس اكزاكت، هذا من جهه، وفي الطب واحد زائد واحد ما تتساويش ديما جوج. اذا خاصنا ضروري اي حاجه حينا نديروا لها التشريح الطبي من لوحاش في لابوبيل، وخا الطبيب يكون متاكد راه 100% ولكن بارفوا من الاحسن تقلب، خاصه بان السيده عندها نيو دو سان الله يشافيها مسكينه، وعندها تاخذ الادويه ديال الهرمونات. من الاحسن مره جايه الى حيدتها دير اوموا بعدا وحده دير لها واحد لاناباك باش هذيك الساعه تبقى لا كونسيونس ديالنا ترونكيل. اذا هما كيما الناس اللي يكون عندهم طوندونس انهم يديروا هاد الكيسي باسي هاد لي لوب، ممكن انهم يرجعوا بالفعل قلتك في الاول تقدروا يرجعوا، لان الذات ديالهم عندها عرضه ان دير هذاك الشيء. ما يمكنش نحيدوا هذيك الغده نحيدوها، لان بون ما يقدرش تحيد كاع الشعر من الجذر ديالو. نعم. تتعامل معاهم، تحاول دير لي شامبوان باش ما تبقاش تغسل لي دير لي شامبوان بوغ لي شوفو غرا، وتحاول ما امكن انها تغسل شعرها دو فوا تترو فوا بار سيمين باش ما تكونش واحد التكاثر ديال هذاك لو سيبون باش ما يبقاوش يرجعوا. ولكن الا مشاو حتى رجعوا كبروا راه الحل هو الاستئصال. والاستئصال غير هو فاطمه كيف ما شار دكتور مرتقي، المره الجايه ان شاء الله الا حيدتيهم ضروري طلبي من طبيبه على الاقل ولو دير تشريح غير لوحده، يعني قلتي انت راه كيتكونوا عندك ثلاثه، على الاقل غير وحده منهم خاصها تقلب كيف ما قال دكتور مرتقي باش تعرف شنو هي، يعني التشريح ضروري ما يدار ليها ماشي غير تحيد هكذاك وصافي. فنتمنى لك ان شاء الله الشفاء فاطمه. في مكالمه اخرى هذه المره غادي نمشيو باش نستقبلوا معنا حنان على الخط من مدينه طنجه. حنان صباح الخير. صباح الخير لاله، لاباس عليكم؟ الحمد لله حنان. الله يبارك فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وكنستافدوا من عندكم بزاف. الحمد لله. مرحبا. شكرا لاله. بغيت نسول الدكتور اللي معاك الله يجازيه بخير. انا عندي مشكل ديال لاغوزاسي. أيوه. وفي نفس الوقت كي يعني كيخرجوا لي لي زاكني تحت الجلد ويعني كيكونوا كبار. استعملت الادويه بزاف، يعني دابا هادي سنين تقريبا شي 25 سنه وانا هايده. ايوه. ومؤخرا يعني ضروري خصني ناخذ واحد بومادار، الاستاذ راه يكون كيعرفها ما نعطيش الاسم ديالها غير المكون ديالها اللي هو ميترونيدازول. وما كتعمل معايا حتى شي فائده والو. مؤخرا دابا عاود خرج لي واحد الدكتور، خرج لي واحد بومادا، يعني كنضطر كنجيبها غير على برا ما كايناش هنا في المغرب. المكون ديالها هو ايفرمكتين. الاستاذ راه تبارك الله راه يكون عارفها. يعني بمجرد اذا وقفتها كينوض داكشي كيف ما كان. يعني دابا انا هذه المده ديال 6 شهور ما وقفتهاش نهائيا. الحمد لله وجهي الحمد لله مزيان، بمجرد ما نوقفها واحد الاسبوع يعني كينوض داك الشيء يعني بزاف. وانا السن ديالي 45 سنه. واخا اختي درتي شي تحاليل ديال الدم؟ درتي شي تحاليل ديال الدم؟ درتي هذيك لاش بي، ديك الحلزونيه، ديك الجرثومه الحلزونيه في المعده؟ نعم استاذ، راه كانت عندي هاد المشكل هذا ودابا هادي 4 سنين باش تعالجت منه الحمد لله. ولكن يعني دائما انا يعني كنحتل يعني النظام الغذائي ديالي الحمد لله، يعني مع الاستاذ احلامي حنا متبعيناه بكل شيء ديالو. يعني الحمد لله فهاد الساعه هادي ما عنديش شي جرثومه. ما بقاتش عندك الجرثومه الحمد لله. ما عندي لا الحمد لله. أيه. وخديتي ما عمر الطبيب عطاك ذاك الدواء ديال اللي تينشف شويه ذاك اللي لا استعملته استاذ لمده 4 سنين. 4 سنين ويني ملي كنكون كنستعمله يعني ها انا مزيانه، مجرد ما كنوقفه يعني كيرجع ديك الحاله هو هذاك. ما تتاخذيش شي دواء اخر انت؟ لا شي مرض اخر ما تتاخذ؟ لا تعاوني راسك، صح لك الطبيب لاغوزاسي شنو هي؟ صح لك شنو هي لاغوزاسي؟ نعم استاذ، يعني جميع الحالات اللي قال لي ما تعملهمش ما كنعملهمش.
يعني الحمد لله ما بقاتش ديك السخانه كطلع لي في وجهي بحال اللي كانت الحموريه بين الحاجه السخونه الحاجه الحاره الشمس يعني بزاف الحاجات يعني عامله الاحتياط ديالي. الحمام الحمام راه ما تمشيش ليها حنان ما تمشيش ديك انا لا ما كنمشيش للحمام الماء ما كندوش بالماء عادي ماشي لا سخون لا بارد يعني معوض. اييه بالنسبه لهذيك لا كريم اللي مكونه من لي فيرميكسين مزيان ما تقدري دير هذيك ما فيها شي حاجه مضره لك داك الشيء ديريها حاولي تنقصي منها ديرها مثلا ان جور سور دو ما تي ديرها نهار ونهار لا شوفي لان هذيك ما تخافيش منها واخا تبقاي ديرها مده طويله ما فيها لا كورتيكويد لا ما فيها شي حاجه اللي تقدر تضر لك الوجه ديالك. وعلى هذا السؤال هذا يعني بغيت نسول يعني الحمد لله واش ما كاينش شي اعراض جانبيه ديالها من بعد لا ما تخافيش منها لان هو لا غوزاسي كاين واحد الجورتو ما عندنا ذاك لو ديموتيكس واحد هي تدير هذاك تتكاثر بزاف وهذا الماد هذا الليفيرميك هذا البوماد اللي باز ليفيرميكسين تتم يلا حديثه بانها بالفعل تتحبسها ما تتخليهاش تكاثر. ولكن حاولي بدا ديري ان جور سير دو الا رحتي ان تديري الليله اي والليله لا وجد مزيان تسمي غاده وتنقصي منها وهي ما تخافيش منها من الاعراض اختي ما تخافيش منها. شكرا شكرا الله يبارك فيك شكرا العفو شكرا لك بزاف حنان كنشكركم بزاف اخت عفاف شكرا العفو هذا واجب شكرا لك حنان تواصلتي معنا علينا وعليك ان شاء الله شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه طنجه ونذكر المستمعين نعم تفضل دكتور مرتقي غير الى سرتي هي الاخت حنان من طنجه قالت لك عندها حتى الحبوب تحت الجلد ما يسمى ان ديرماتوز ميكس يعني تكون لا غوزاسي زائد هاد ليبيرسيبوري ديال الافرازات الدميه كثيره. ايوه هاد لا كريم مالوريزون ما كاينش في المغرب نعطيو النتيجة من برا ما يستطيعين نتائج جيده. اذا استعملتها مده طويله ما عندهاش لي زيفي سكوندير ما عندهاش دي كورتيكويد ولا شي حاجه اللي غدير لها ولكن تحاول ما امكن تبدا تنقص منها ديرها جو بونس دارت ان جور سيغ دو وكانت مزيان راها مزيان. يعني ديرها نهار نهار لا. أيه. وخا غنرجعوا لعندك دائما دكتور عبد الله مرتقي طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر دائما من خلال برنامج صحه وسلامه مباشره على ميد راديو. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين خليكم معنا. صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم أرى أخبار المشاهير الكبير فيهم والصغير أرى أخبار المشاهير الكبير فيهم والصغير ما ننسوش هادوك عشاقين الفيسبوك ما ننسوش هادوك عشاقين الفيسبوك صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم اصبرش النيطاري سبسي وسيمو لعالطريق فاصبرش النيطاري سبسي وسيمو لعالطريق وصباح الخير ورباح هادي قهوة الصباح اصبح الخير ورباح. رجعنا معكم دائما مستمعينا الكرام على ميد غاديو غادي نستقبل المكالمات ديالكم عبر الارقام الهاتفيه دائما 05 22 46 52 51 او 05 22 80 00 61 61 او 62. ملكه على الخط معنا هذه المره من مدينه الدار البيضاء لاله ملكه اهلا وسهلا صباح الخير لاله ملكه. صباح الخير لاله كيف صحتو بالعباد؟ الحمد لله مرحبا بك. خير كيدير الدكتور ديالنا لاباس عليه؟ لاباس خير الله يبارك الحمد لله. بغيت نسولك دكتور انا راجلي عنده القشره بزاف وديك القشره الغليظه ودابا ديك القشره كدير ليه تعرف كدير ليه ليدام تعرفي شعرو دائما ميدم بزاف تعرف الخديه تقريبا راه نبدلها نهاريه ونهار لا تيولي داك ليدام عنده في الخديه ديالو والقشره غليظه بزاف. هو عنده الوزن زائد شويه؟ لا 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 ما عندوش الوزن بالعكس رقيق هو ياكل ليدام وداك الشيء بزاف؟ لا 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 تعرف من كثرت كان عنده الشعر كثير دابا الشعر كله طاح ليه وبدا كيخوى كاع بدا كيبان اللحم ديال الشعر وخا يغسل شعره دابا يغسلو في الليل الصباح كتصبح بحال شي هذيك النخاله الغليظه بحال هكاك عنده في الشعر ديالو. عنده حتى بحجبانه وجهه ولا غير بشعره؟ لا عنده غير بشعره هذاك ولدي اللي عنده في جميع اللي عنده فيها الشعر عنده فيها القشره. والزوج ديالك هو مشعر هو عنده شعر في صدره وظهره وداك الشيء؟ لا لا ما عندوش في صدره وداك الشيء في ظهره لا.
الشعر ديالو اللي عنده مشكل هو اصلا لحمو شويه ميدم ميدم ويني راسو بزاف. نعم واخا للملكه. شكرا دكتور. شكرا الله يجزيكم بخير. بغيت الله يخليك النمره ديال الدكتور. واخا ما تقطعيش ملكه. مجدورين مشكوره. تعطيك الرقم الهاتفي ديال الدكتور عبد الله مرتقي. تفضل الدكتور مرتقي. اذا هنا عندنا دخلنا المرض اخرى وهي لا دي اس لا ديرميتيبوريك. الناس اللي تيديروا هذاك الالتهاب الجلدي الدهني تيكون عندهم هاد الظاهره هذه بانه تيكون عندهم لابو تيكون عندهم ليدان بزاف في الشعر ديالهم وتيديروا هاد هاد هاد, هاد القشره. وفي غالب الاحيان تيكون عندهم تيكون من بعد هذه تيجيهم ما يسمى داك المشكل ديال الصلع الوراثي الهرموني. تيبدا الشعر يطيح. اذا هذا مشكل وراثي. الى لاحظتي راه قالت حتى الابن ديالها راه عنده. اذا من الاحسن خص الابن يحاول ما امكن يبدا العلاج مبكر باش ما يطيحش في هذه المرحله ديال الشعر يبدا يطيح. بالنسبه للزوج ديال الاخت مالكه خصو ياخذ دي شامبو ديال هذا الالتهاب الجلدي الدهني. خصو دي شامبو اللي مكتوبه فيه مغاد دي اس ويدير دي كريم يدير دي لوسيون بليتو يدير دي لوسيون باش يحيد هذيك اللي تديكابي هذيك القشره. وديما يحاول يدير ياخذ لي شامبو ديالو بور شوفو غراف. اييه كنعرفوا بان كاين علاقه ما بين كما شرحت لي في الاول ما بين هاد الافرازات والاكل. راه مؤخرا حنا شحال هادي راه كنا كان الدراسات ملي قرينا لا ميتين في البروغرام ديالنا ما كاينه لا علاقه ما بين هاد الافرازات الدهنيه والاكل. ولكن مؤخرا كانوا تيقولوا بلي ما كايناش علاقه بيناتهم. راه كان تيجي المريض يقول لك دكتور انت ناكل الزبده ولا هذا راه تيخرج فيا الحبوب. تيقول لي الطبيب لا راه ما كايناش علاقه بيناتهم. ولكن مؤخرا هناك دراسات موثوقه حتى جات دراسات اللي اكدت انه كاينه علاقه بان هذيك الغده ديال الافرازات الغده الدهنيه اللي كان عندنا في الجلد بالفعل مع هاد كاين بعض المواد اللي تتخليها انها تكون تفرز اكثر. أيه نعم. هنا غادي نمر مباشره الى سمحتي دكتور مرتقي باش غادي نتكلموا على الناس اللي عندهم افرازات دهنيه سواء في الوجه ديالهم ولا في يعني في الجسم ديالهم كامل او مثلا عندهم في الشعر ديالهم. هنا شنو الاحتياطات اللي خاصهم يديروا وشنو مثلا الاشياء اللي خاصهم يغسلوا بها؟ شنو الاحسن بالنسبه لهم؟ واش الصابون؟ واش كاين شي انواع مثلا ديال الشامبو اللي هي خاصه للشعر؟ واش مثلا كاين انواع ديال الجل او لا؟ شنو خاصهم يديروا هاد الناس؟ بالفعل اذا كان المشكل في الشعر مشكل في الشعر بالفعل خصو ياخذ لو شامبو بور شوفو غرا. اذا كاين شامبو خاص بالشعر الدهني وحتى لو شامبو ما تقرا فيه تلقى فيه شامبو اونتي بيليكولير يعني ضد القشره. كاين فيه بور غرا وكاين فاش يعني تتشوف خصو يشوف على حساب عنده قشره ناشفه ياخذ اونتي بيليكولير سيك. كانت عنده قشره ميدمه راه غرا اونتي بيليكولير غرا. اذا هنا هذه العلامات اللي تكون مكتوبه في هذا هذا زائد. بالنسبه للجيل بالفعل الجيل خصو يستعمل الجيل اللي تنشف فيه لابو. الا كان عنده ليدان في وجهه داك الشيء كاين دي جيل اللي تنستعملوا ملي تيديرهم الانسان وجهه ما تيبقاش يتيدم بزاف ولكن خصو يديرهم دو فوا بار بالنسبه للوجه. زائد انه يعاون بلو ريجيم اليمونتير يعني الا ما كانش لو ريجيم اليمونتير زائد نشوفوا اللي يكون عنده شي خلل هرموني ولا شي حاجه اخرى نداوي داك الشيء من السبب من الداخل. عندنا حالات اللي تيكون عندهم هذا الافراز الدهني بزاف في الشعر وفي ذاته وداك الشيء تنكونوا مضطرين ان نعطيهم واحد لا دوز ديال 3 4 مو ديال داك لي غيتينويد باش تنقصنا هذيك لا غلو ما تخليهاش تكون عندها الافرازات كثيره. اييه بالنسبه للوجه مثلا دكتور مرتقي باش كتنصح هاد الناس مثلا يغسلوا الوجه ديالهم الا كان ميدم؟ كاين دي جيل ما يديرش لي صابون سور غرا يدير لان وجهه ميدم ما خصوش يدير ان صابون سور غرا يدير لي جيل بور غراس. اذا إلي دي جيل بور غراس ويستعمل حتى دي كريم. كاين دي كريم اللي تنديروهم بور لا بور غراس يعني اللي هما مرطبين ولكن ما تيخليوش الجلده انها تولي ميدمه. اذا تلقاو مثلا دي كريم ماتيفيون تلقاو دي كريم بور غراس هيدراتونت. اذا ما تكونوش تري ريش اون ماتيير غراس باش اللي ما تياخذهمش هذاك الشخص اللي عنده لا بو ناشفه. اذا الانسان والسيد الذي خصها تحاول تستعمل ما امكن لي برودوي اللي تيمشيو لي مع البشره على حساب البشره ديالو. دونك البشره ميدمه ما تبخصوش يغسل وجهه بلي صابون سور غرا. ما خصوش يدير لي كريم اللي تيكونوا مزيتين ولا مدهنين بزاف. اييه باش يعاون لابو ديالو من الفوق. زائد بالفعل كما شرحنا عليه زائد لو ريجيم ويحيد الاشياء اللي تتخلي هذيك لا غلون تكون اكسيتي باش تكون الافراز كثير. نعم. كاين واحد النقطه اخرى دكتور مرتقي وهو هاد الناس اللي تيكون عندهم الشعر ميدم او الوجه ميدم دائما وفي اغلب الاحيان شنو كيديروا؟ تيغسلوا بالماء سخون.
يعني واش فعلا ديك الحراره مثلا الا كان شويه الماء سخون او لو غسلوا به الشعر ديالهم او لا تيحيد داك ليدام ولا داك الزياده ديال الافرازات الدهنيه؟ لان اغلبيه الناس اللي عندهم لوجه ميدم او لا الشعر دائما تيقول لك انا تنغسل بالماء سخون لان ديك السخونيه هي اللي كتعاوني تحيد لي داك ليدام. واش هذا الشيء صحيح ولا لا؟ كتسمعني دكتور مرتقي؟ اي دابا كنسمعك. بالنسبه لا بالنسبه للماء السخون بالفعل دوك هو خصوش يدير المبار لان عنده باش بوغ باش يعاون ديك لا ماتير غاس تحيد، ولكن باش يدير الماء طايب بزاف وداك الشيء لا يدير دولوش دولو تياز يغسل بها الشعر ديالو، ولكن خص لا ماتير باش تيغسل لا ماتير ديال تيغسل تكون ديكابونت باش تحيد هذاك هذاك اليدان. مي لو فيت بانه يدير الماء بزاف راه سي با بيان، وحتى الغسيل بزاف راه سي با بيان، لانه عندنا مشكل هذيك الغده الدهنيه الا بقينا تنغسلوا فيها بزاف هي راه سيكسيت تتفرز، لان هي كاينه سو لا بو تحت الجلد ما كايناش خارجه الفوق على الجلد، الا سو لا بو تتكون شفنا الاناتومي تتكون سينغلون عندها جوج ديال دو ديال لي كوتي ولاصقه في الزغبه وعندها بحال انتي 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 ترو ملي تخرج ذاك الافرازات ديالها، وفي الجن ديالها كاين واحد لو ميسكل كيسو كونتراكت يعني باش دير دوك الافرازات، يعني صافي راه انا ندير الماء طايب بزاف باش نقول راه غادي يحيد. لا يدير دير الماء دولو تياد بالفعل بالنسبه للشعر، ولكن يدير لا ماتير باش تيغسل تكون الماتير دي كابوت اللي تحيد ليدا. اييه نعم. نمشوا دائما ونستقبل المكالمات ديال المستمعين الكرام. معنا هذه المره للا امينه على الخط من اكادير. للا امينه مرحبا بك معنا. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لالا امينه كيداير اختي؟ عفاف لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا. شكرا بزاف على البرامج ديالك القيمه وعلى برامج من غادي كلها. شكرا لك مرحبا. متابعينكم من زمان دكتور. صباح الخير. صباح النور. لالا بغيت عفاك كنسولك، عندي واحد المشكل في الجلد، واحد الحبيبات كنظن سميتهم لي فيرونكل كي كنقولوا بالعاميه موجلود يمكن. المهم كيجوني دابا صافي دوزون هادي كيجوني في مناطق متعدده في ذاتي. جاتني وحده في ظهري ما مشاتش غابيدمون تصدقش تحت عليها كاريمون حيت خديت مده طويله مع تنفخات مده طويله دي زونتيبيوتيك عاد باش قدرت يفتحها ليا الحمد لله. من بعد راه درت تحليل لذاك لابيوبتي داكشي اللي حيدنا ما كان فيها حتى شي حاجه خايبه دازت مزيان. كدوز مده ديال واقيلا شي 4 ولا 6 مو كتعاود تجيني في بلاصه اخرى. جاتني في كرشي، جاتني في الخد ديالي، جاتني حتى في لسان ديالي. المهم الحمد لله اشاك فوا انا كنمشي عند الطبيب كيشوف المسائل كلها كتكون ناضيه، ولكن اشاك فوا خاصني اونتيبيوتيك مع البوماده ديك اللي فيها لافيسيدين شي حاجه. المهم ولكن ما فهمتش الدكتور علاش كيرجعوا اشاك فوا بحال هكا. الطبيب غالبا كيطلب لي تحليل ديال السكر وكيبقاها مزيانه وماشي غير السكر، ديري الفيتامين دي، ديري شوفي المناعه ديالك. كندير تحليل دكتور غالبا كنديرهم كيكون زعما مزيانين اون جينيرال كلهم كيخرجوا لي مزيانين. وانت شنو العمل ديالك؟ تخدمي شي بلاصه فيها ليدام، شي بلاصه فيها مسدوده، شي بلاصه؟ لا 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 دكتور لا خدامه حره عادي ما عنديش مشكل. هو شويه ستريس كاين بيان سيغ، ولكن ما عرفتش انا واش كاين شي عامل اخر زعما ديال الجلد شي حاجه. كاين مشكل ديال المناعه؟ ما كاينش. الا كانت كما قلتي مجلود سيتي انفيكسيون ستافيلوكوكسيك، يعني بان واحد الجرثومه تقدر دوز في لابو ديالي انا وتمشي تحارب المناعه ديالك، ماشي كاين تشد في لابو ديالك انت وتكاثر. عندها علاقه بالمناعه. بالفعل اذا خصك شوفي اختي شوفي المشكل ديال المناعه ديالك، وحتى حتى الناس تيكون تيخدموا في داك الشيء ديال الليدام وتيكون يخدموا في مثلا في البلايص السخونه بزاف تيكونوا عرضه اكثر انهم يديروا هاد المشاكل. ما تكونش الحوايج مزيره عليك باش ما ديرش تحضم المشكل ديال لاسير ولا هو الحمام. لا الحمام انا راه عارفه الموقف ديالي من الحمام. راه قلنا شحال من مره امينه في البرنامج دكتور مرتقي راه بلا الظرفيه ديال كورونا، هو بلا الظرفيه ديال كورونا يعني ماشي غير حيت الحمام ساد او لا. دكتور مرتقي قال لي انا ما كنمشيش الحمام. اذا انا دكتور ما كاينش زعما شي حاجه خايبه نخاف منها، انا فكرت باش نشوف شي طب باطني ولا شي حاجه بحال فهمتي تكون زعما ما عرفتش واش ندير شي تحاليل اكثر ولا تحاليل. ديري التحاليل ديال المناعه الذاتيه ديالك باش اسمها امينه التحاليل ديال المناعه ديالك وتحضير الحوايج يكون تحاول الحوايج ما يكونوش مزيرين عليك، الحوايج تلبسي ما يكونوش مزيرين لان في غالب الاحيان هذا المجلود الفيرونكل في الاول راه تتكون فوليكوليس تبدا تعفن من بلاصه واحد صغيره رقيقه من بعد تيبدا يكبر تيدير فيرونكل من بعد تيولي كبر كثير اكبر. اذا هنا خص ما يكونوش الحوايج مزيرين عليك وتشوف المشكل ديال العمل ديالك، مثلا حاول داك سميتو كانت بلاصه سخونه ولا بلاصه فيها ليدام ولا فيها الغبره بزاف ولا حاولي ما امكن
ان ملي تسالي تغسلي وتبدلي الحوايج ديالك هذا من جهه، وتحضير المشكل ديال باش ازاله الشعر باش تزولي الشعر حتى هما يكونوا سبب ان ما تقدري تديري بزاف هذا المشكل ديال الفيروم. اي اذا الطرق ديال ازاله الشعر حتى هي نعم واخا دكتور واخا شكرا لك امينه. العفو شكرا لك امينه علينا وعليك امينه، ونتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه كيف ما شر دكتور مرتقي. دابا الخطوه الجايه بالنسبه لك امينه هما التحاليل ديال المناعه على الاقل باش تشوفي المناعه ديالك واش مزيانه ولا لا. الا خرجت الامور كامله مزيانه راه فقط الاحتياطات البسيطه اللي تكلم عليها دكتور مرتقي منها انه الحوايج ديالك يكونوا حوايج اللي هما مزيانين مثلا قطنين او من الداخل ما يكونوش مزيرين نهائيا. دائما عطوا نفسكم الراحه في الملابس خصوصا الملابس الداخليه لانها مهمه بزاف ولان هي اللي كتكون مباشره مع الجسم ديالنا ومع الجلد ديالنا ولا مع البشره. ناخذ معنا هذه المره في مكالمه عفاف على الخط معنا من فرنسا. عفاف صباح الخير. مرحبا بك معنا عفاف. الله يبارك فيك اختي الله يبارك. تفضلي اهلا وسهلا. الله يخليك. كنت عيطت شحال هادي للدكتور وسولت على واحد لاطاش برون كانت عندي في اونتر لي سورسول اي لو ميدسان كواها ليا بلازوت وما مشاتش. واش دابا نقدر ندير لو لازير ولا نتسنى اونكور؟ اسكو سا برون دي طون؟ اييه نعم واضح السؤال ديال عفاف دكتور مرتقي. فوق درتي لازوت ليكيد ياك اختي درتيه في تما في فرنسا؟ وي هو اللي كواها ليا بلازوت حتى واحد وما مشاتش وتقشرات لا ما مشاتش درتها في شهر 10 وجيسكا مانو ما مشاتش. وهي ما بقاش غتزول من الاحسن خليها عليك ترونكيل ما بقيتش ديرها لازوت ليكيد لان سيغمون غتكون ولات دابا ديرميك لاطاش ولات ديرميك. وشنو السبب ديالها كان الاخت عارف شنو السبب ديالها؟ الشمس انا جوستيك الشمس كانت اون طاش صغيره ما بيناش وزغبني الله وقلت بغيت نحيدها صمجان مشيت دابا ولات كبيره مني دار لها لازوت كبرات كبرات لان انت عندك لابومات شويه ياك ماشي بيضاء وي وي مات الفو با فيغ لازوت ليكيد اختي. شوف هو اش شخص لك لونتيغو ولا اش قال لك الطبيب اش قال لك؟ قال لك سير لونتيغو ولا قال لي نو قال لي سي بتيت طاش دو سولي غتحيد بلازوت قال لي الي با ما الي با بروفوند دونك الا كانت شو دابا درتي لها لازوت ليكيد وتقشرات ولات كحله زادت كحله قشرات ولات كحله ودرت لها لي ديك لي كريم دي بيغمون ما خليتش لها بوغ لانستون ما بغاتش تمشي مي سامجين اونتر لي سورسيل اللي شافتي قولي شنو هي هذه اونتر واش شوفي هانت ترجعي عنده قول لي يدير لك الغيف لايت قول لي شوف واش عندكم لو لازر غيف لايت يديروا لك ما غيكون عندهم فين يديروا لك في فرونش كوا خصني نديروا في المغرب ياك ديري بحال البرد كونتي في فخوا دونك ما ديريش بحال سخون حتى لازوت ليكيد ما ديريش بحال سخون خاص يكون الجو بارد عفاف فاستون لازوت ليكيد ما بقيتش ديريها اختي لانه انا عشت تما وعرفت بان لابو مات مني تما اشتغلتي في فرنسا مده طويله دكتور مرتقي ياك بالفعل وانا كنت في ليل كنت في لو نور كاع تيجوا عندنا لي بوم كاع لي بومات اللي كانوا تيديروا لهم لازوت ليكيد هذوك لي طاش بيغمونتو اكثر تيكون ليهم كحل اكثر تبارك الله. كنظن دكتور مرتقي غير باش نشوف بعض المرات راه غير كيجيب هالكلام وصافي والله العظيم. وشوف طاقتنا المغربيه الحمد لله والاطباء المغاربه كنفتخروا بهم. كنتي كنظن رئيس مصلحه ياك دكتور مرتقي؟ ما كنتيش غير طبيب عادي راه كنتي رئيس مصلحه اي فرنسا كلود يوري. نعم بالاحسن الاخت عفاف ما تبقايش دير اختي اللازر ما ديريش لازوت ليكيد. اذا الا عندهم شوفي شي سونتر الا كان لونتيغونيت كما قالت لي الشمس لو غيف لايت راه صادون ديكسيلون ريزيل غيف لايت لو لازير تيب غيف لايت ار او في اي ال تي او داكو الا عندهم في لي سونتر الا انت في باريس في باريس ولا انا في باري في باري راه كاينين لي سونتر تما تبارك الله كاينين دي سونتر ديال سميتو هادو اللي عندهم لو لازير غيف لايت راه هو باش نحيدوا التاتواج باش تيديروا له دي تاتواج راه غيكون هو باش كيحيدوا الوشام اي كيحيدوا الوشام وكاينه في واحد لا مارج ديال هاد لي لونتيغو ديال لي طاش سولير راه ديريها اختي نورمالمون سا دون ديكسيلون ريزيلت اي في المغرب كدار؟ بالفعل عندنا بالفعل كاين في المغرب داكوغ ما شهر 11 12 ولا في الحال بارد غير في المغرب خاص يكون الجو بارد يعني لان ما تدارش في الجو سخون اي عفاف دونك ما نبقاش كاع ندير لي كريم دي بيغمون غير جاريب لا لي كريم دي بيغمون دايرين باش يعاونوك لي كرون سولير شاك دو زوغ اختي واخا في باري ولا بحال بارد ولا داكشي فهمتي ولكن راه هي ما تبقايش ديري فو با لي غيتي ما ديريش البيلينغ ولا ديري لازوت ليكيد دونك لا سول شوز نعرف لا شي حاجه بيلينغ لا 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 اختي ما ديريش بيلينغ لا سول شوز اللي قدر عرفت الحاله ديالك اللي قدر تعطي نتائج مجيده 100% هو لو لازير لو غيف لايت غيف لايت داكوغ اوكي دابا غادي نسول نشوف فين كاين. نعم شكرا لك عفاف تواصلتي معنا.
العفو، شكرا لك عفاف، كنتي معنا من فرنسا ولقائنا مازال مستمر معكم اوفياء الكرام دائما. وارقمنا الهاتفيه 05 22 46 52 51 او 52 52 اولا 05 22 80 00 60 61 او 62. دكتور مرتقي، غادي نمشيو للسؤال من عند المستمعه الكريمه اللي هي سهام، كتقول العمر ديالها 29 عام، هذه مده وهي كتعاني يعني من الافرازات الدهنيه، كان عندها حب شباب في العمر ما بين 16 عام حتى 24 عام، وهي تتعالج عليه الحمد لله، يعني شويه كاين تحسن رغم انه الاثار ديال حب الشباب ما بغاتش تمشي ليها. دابا المشكل اللي لاحظته دكتور مرتقي انه مؤخرا رجعت لهذيك الافرازات الدهنيه، والتي تيبان الوجه ديالها اللي شافها تيقول لها ما الوجه ديالك عرقان، يعني تيبان بحال فيه العرق من كثرت دوك الافرازات الدهنيه. فكتسولك الله يجزيك بالخير دكتور مرتقي، واش دابا ترجعت تاخذ الدواء ديال حب الشباب اللي كانت كتاخذ من قبل؟ واش خاصها دابا تمشي لعند الطبيب باش يعطيها شي؟ اشنو خاصها دير دابا؟ لا دابا الا كان عندها مازال عندها ليبيرسيبوري، يعني هاد ليبيرسيبوري راه هو صافي بارتي من العلامات ديال حب الشباب. كاين ليبيرسيبوري، كاين لي كوميدون، كاين لي بابول، كاين دي ليزيون. اذا هو علامه من علامات ديال الحب. الا كانت تنوض فيها حبه عندها ليبيرسيبوري، يعني عندها الافرازات الدهنيه كثيره وعندها الحبوب تيخرج فيها مره مره وتيخلي لها سيكاتريس، خاصها ترجع للدواء ديالها ديال حب الشباب، خاصه بان مازال صغيره 29 سنه. ممكن ان تاخذ داك الدواء ديالها ديال حب الشباب باش يحبس لها دوك الافرازات، غير ديك الساعه نشوفوا كيفاش نعالجوا لها البوطو، لان صافي الا ما داواتش هاد لي بيرسيبوري غادي يرجع لها حب الشباب وغادير مشاكل بعد. من الاحسن تاخذ الدواء ديال لاكني. اي اذا تاخذ الدواء ديال حب الشباب، ترجع عند الطبيب ديالها باش تعاود تاخذ الدواء ديال هذاك اللي فيه التحاليل واللي تينقص من هذيك لا غلونسيبا. واخا ناخذ معنا ايضا تواصلوا هذه المره مع ساره من تماره. ساره مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ساره، تبارك الله عليكم على البرامج ديالكم. الله يبارك فيك، مرحبا. كنحيي الدكتور ديالنا. مرحبا. شكرا. عافاك اختي، انا عندي دابا 35 عام وعندي واحد الكتله في الكريستال ديالي اليمنيه، ديجا ماما حتى هي عندها ودجا دوزات وداكشي، ولقات عندها حتى شي حاجه انا في حقها ملي ما دوزت عليها. أيه. وملي سمعتكم هاد الصباح كتهضروا على هذا الموضوع وانا نسولكم. اييه، شحال في عمرك يا ساره؟ 35 عام. وشحال دابا باش بانت عندك؟ شحال دابا؟ نقدر نقول لك دابا شي 5 هكاك. اها، كنت كنت كنقول ولا اكثر. انا ما كنتش مديها فيها بزاف، ريسامون ريسامون عاد وليت كتبان ليا مره كتنفخ مره كتفش. اييه، و الا قصتيها كتالمك؟ الا قصتيها مثلا؟ لا 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 لا، ما كتالمني. فين عندك؟ شنو بلاصه عندك الاخت ساره؟ في ليسيل اليمنيه. في ليسيل؟ وي وي، ليسيل اليمنيه غير وحده، ماشي جهه وحده، غير وحده تحت الابطين. تحت الابطين اكزاكتومون. وخصك تشوفي الطبيب، هذه ضروري تشوفي الطبيب باش نعرفوا واش، لان تحت لي زيسيل تما كتقدر تكون ماشي لي بونس، تكون حاجه اخرى. ضروري الاحسن تقلب ساره، تقلب باش نشوفوا ما يكون ان غونغليا ولا يكون ان كيس ولا الا كان تحت. واخا تكون ما كتضرها ما كتالمها دكتور مرتقي، الانسان يقلب واخا ما يكونش فيها الالم. لا ضروري، انا ما كضرني حتى شي حاجه. وملي كنت ديجا حامله، دابا يلاه جي اكوشي شي 4 مو دابا، فاش كنت حامله كانت شويه كضرني، غير شويه ماشي بزاف. لا اختي، من الاحسن تشوفي الطبيب، ماشي من الاحسن شوفي الطبيب باش يقلبها ويعرف شنو هي. واش هو الا تمشي عنده؟ واش تمشي عند ديرماتو؟ ولا عند ديرماتو؟ شكرا دكتور، الله يخليك، العفو، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لك ساره، تواصلتي معنا من تماره. نمشيو بسرعه المجموعة ديال رسائل دكتور مرتقي، وغادي نمشيو للسؤال من عند ام هبه، كتقول لك دكتور مرتقي بالنسبه للقشره الغليظه اللي كتكون عند الوليدات في العمر ديال عامين فما فوق، واش حتى هي عندها علاقه بالافرازات الدهنيه؟ رغم انني كنسمع باللي الوليدات في هذا السن كتكون الافرازات مازال ما كايناش عندهم. الاطفال دكتور مرتقي اللي عندهم ايضا القشره اللي كتكون غليظه مثلا في الشعر ديالهم؟ لا، الا كاين لو نوفوني، يعني الوليد يلاه زايد هذاك لي بيرسيبور تكون عنده في شعره ديك القشره، هذيك عاديه ديال لي ليكيد امنيوتيك ديال الحماله، هذيك تزول مع الوقت. ولكن ملي تيوصل عامين وعنده القشره، خاصه لا الشعر ديالو ناض رجع عادي، هنا يجب استشاره الطبيب. أيوة. باش يشخص ليها شنو هو واش لا دي اس، واش مشكل التهابي، واش مشكل ديال الصدفيه، واش مشكل
مي لي نوفو ني في الزياده وستي وصلوا ديك 8 شهور حتى العام وداكشي ديك القشره تكون فيه مره عاليه. اي نعم. نمشيو للسؤال ايضا من عند سميه كتقول شكرا لك اختي عفاف على هذه الحلقه كانت مهمه بزاف. الزوج ديالي البشره ديالو ميد ما كامله لدرجه انه الحوايج ديالو فاش كيتصبنوا الرغوه ما كتبقاش، يعني الرغوه في الحوايج ما تيرغويوش من كثره داك الدهون وداك الليدام اللي تيكون فيهم. فكتقول لك بالنسبه ليه هو ما عندوش مشكل، غير فقط مؤخرا ولا مره تيبان لي بعض الانواع ديال الحبوب كيخرجوا شي كبير شي صغير عنده في القفه ديالو، ودابا بدا تيطلع له حتى البلاصه ديال اللحيه. واش هذا الشيء عنده ممكن يكون عنده علاقه بدوك الدهون؟ بالفعل دونك لا بوليس تكون عندها الافرازات الدهنيه كثيره اكثر عرضه انهم يديروا الحبوب في الشعر مثل بلا فوليكولي دي كور شوفولي، يديروا الحبوب في اللحيه لا فوليكوليز ديال اللحيه، يديروا الحبوب في الظهر. إذن خاصة الناس اللي تكون عندهم مثلا كيما شرحت في الأول واحد العمل اللي تيديروا فيه واحد الجهد بزاف وتتكون فيه الغبرة ولا تيكون فيه ليدام، بحال باغ إكزومبل الناس اللي يخدموا في لي فواتور، الناس اللي تيخدموا ديال الطولوني، الناس اللي تيكون عندهم الغبرة بزاف في الخدمة وتيكون داك ليدام تزيد يكثر ليهم من 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 الباثولوجي ديال لابو، وما عندهم افرازات كثيره الباز وتزيد حكم العمل ديالهم ما تيخليهمش انه يساعدوك الافرازات انها تحيد ويكمسوا، دونك تيديروا المشكل اكثر ديال هذه الحبوب هذا. نعم. اخر نقطه غادي نسولك عليها دكتور مرتقي وهو كثره الغسيل. غالبا شنو كنشوفوا بلي هاد الناس اللي تيكون عندهم الشعر ميدم ولا البشره ميدمه كل ساعه تيغسلوا، يعني مثلا كنشوف سيدات انهم مثلا غير في الوجه ديالهم كل مره، يعني كاين مثلا نساء اللي تتهز معاها واحد الرغوه ولا واحد الصابونه دائما عندها في الصاك ديالها حتى في الخدمه ديالها، اولا كتبقى كتغسل الوجه ديالها بزاف على اساس انه ينشف. فهاد كثره الغسيل دكتور مرتقي واش ممكن كتعطي نتيجه مع هاد الناس؟ لا هو لا بالعكس، كثره الغسيل ديال هاد لابو اللي عندها لي بيرسوال ما غاديش تسرق لنا المشكل، كيما شرطري راه لا غلوند كاينه تحت السولابو، كاين فيها موسكل، كاين فيها واحد التوتينوزين بحال ما نقولوا ايزين تخدم لداخل تحت الجلد. قوه الغسيل غادي غير تكالمي شويه لابو مي لا غتبقى هي تخدم كثر، دونك خصنا نعالجوا المشكل من الداخل وبالمحيط الخارجي، مشكل ديال الاكل نقصوا من الستريس ونستعملوا لي برودوي اديكوا اللي تيمشيو مع البشره ديال البشره الدهنيه. إذا ما درناش هذا الشيء راه ما عمر المشكل يتحل. أيه. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله مرتقي طبيب متخصص في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر، نتلاقاو معك دائما بصحة وسلامة. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الوفاء والمتابعة والاهتمام اللي كتسمعوا لنا به دائما في البرامج ديال الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. لكم تحيات عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا للمجدولين على مال إدريسي هذا الصباح كانت معي في الإخراج، ومشكورة أيضا في استقبال مكالمتكم. بقية أوقات طيبة ممتعة عقدي ورفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إلى اللقاء.